بسم الله الرحمن الرحيم. أحدث توصيات للجمعية الأمريكية للخصوبة والجمعية الأمريكية للذكورة، وده حصل الإصدار ده خرج في فبراير 2021 بالنسبة لدور الزوج في مساعدة الإخصاب. أولاً التأكيد مستمر إن تحليل السائل المنوي للزوج ده الشباك بالنسبة للزوج، ده أهم حاجة بتتعامل عشان نحكم حكم مظبوط على الوضع. الزوج تحليل السائل المنوي المفروض إن هو بيتعمل في مكان دقيق، مركز أطفال أنابيب، بحيث إن عين خبيرة تبص عليه. تحليل السائل المنوي بيتأثر بالحر بالبرد بالحالة النفسية. التحليل لو طلع مرة مش كويس احنا لازم بنعيده، ولو مرة تحليل كويس وتحليل مش كويس بنعتمد على الكويس، عشان ده زي ما قلت بيتأثر بعوامل مختلفة. ده نمرة واحد. الكلام ده ما اتغيرش من سنين ومش هيتغير، وطبعا التحليل زي ما قلنا بيتعمل بالمعايير الحديثة. تقييم الحركة بيتم في خلال ساعة فقط من إحضار العينة، مفيش حاجة زي زمان ان احنا بنقيم الحركة بعد الساعة وساعتين وثلاثة، ابدا. تقييم الحركة في المكان المعتمد، وده تبع لتعليمات منظمة الصحة العالمية، بيتم في خلال ساعة. بيبقى بنقيم العدد والحركة والحالة المنوية ومشوهة وخلافه. دي حاجة. الحاجة التانية في الحاجة اللي طلعت في فبراير 2021 اللي هو تكسير مادة وراثية في السائل المنوي. التحليل ده اكشلي بقاله فترة في عليه اختلافات كتير. اخر اصدار للجمعية الامريكية كان في 2015، قالوا انه اوكي في ان الموضوع ده طالع، انما ما قالوش امتى بالظبط نعمله. اولا ما ينفعش احنا نعمله في كل الناس، ده كلام مش مظبوط خالص. المفروض ان اي خطوة بنعملها في براكتس عندنا لازم تبقى مستاهلة ان احنا بنعمله، انه بيتكلف فلوس. نعمله امتى؟ في مواقف محددة، وده التوصية بتاعت الجمعية الامريكية. اولا في حالات الفشل المتكرر للحقن المكاني، يعني السيدة نقلت مرتين وثلاث مرات فما اكثر وما حصلش نصيب، بنعمل تكسير مادة وراثية للسائل المنوي. الحاجة التانية المهمة جدا في حالات الاجهاض المتكرر، حالات الاجهاض المتكرر مرتين فما اكثر، يبقى احنا كده له لازمة ان احنا نعمل تكسير الحيوان المنوي في السائل، التكسير المادة الوراثية في السائل المنوي، ودي اخر اصدار السنة دي. ده بالنسبة للبند ده. بالنسبة للبند الثالث، لو تحليل السائل المنوي للزوج العدد اقل من 5 مليون لازم نعمل تحليل وراثي في الدم، وده كاريوتايبنج. انا مش بقول فحص وراثي للاجنه، لا، احنا بنعمل كاريوتايبنج، يعني فحص دم بسيط ومش غالي، بنشوف الزوج ده ممكن يكون عنده ده لو العدد عنده اقل من 5 مليون عنده مشكله وراثيه ولا لا. من ناحيه من 7 ل 14% احنا ممكن نلاقي مشكله وراثيه عنده على الكروموزومات، وساعتها لما هنعمل له حقن مجهري لازم نعمل حقن مجهري وفحص وراثي الأجنة، وده من الحاجات اللي أكد عليها جدا الجمعية الأمريكية. طيب رابع حاجة، في تحليل اسمه أجسام مضادة للسائل المنوي. التحليل ده للأسف الشديد لم يثبت جدواه، وأكدت الجمعية الأمريكية للخصوبة على أنه ليس هناك أي جدوى أن احنا نعمل ما يسمى بالأمراء التحليل الأجسام المضادة للسائل المنوي. إيه كمان؟ الهرمونات اللي بتتعمل بالنسبة للزوج، احنا عارفين ان الزوج بيمثل 40% من عدم حدوث الحمل على مستوى العالم. بنعمل له هرمونات؟ بنعمل تحاليل كل شوية عمالين يقللوا التحاليل المطلوبة، عشان الحاجة اللي بتتعمل يا اما تتعمل لها لازمة ويتصرف فلوس بجدوى او ملهاش اي لازمة. بيتعمل الاف اس اتش، بيعمل توتال تستوستيرون والاستراديول. بعض الحالات فعلا بنلاقي فيه لخبطة في الهرمونات، والحالات دي بتستفيد بعلاج. وبعضها لو احنا لقينا الهرمونات كويسة مفيش اي جدوى ان احنا نضيع وقت ونضيع فلوس. وفي الوقت ده احنا اهم حاجة ان احنا نعمل، لو تحليل الزوج ضعيف عدد قليل حركة ضعيفة، بنعمل تجميد سائل منوي ونحوش حيوان منوي للزوج، وده هو ده اهم حاجة المحافظة على الخصوبة بالنسبة للزوج. اخر حاجة موضوع الدوالي، لو احنا لقينا مفيش حيوان منوي في القاذف، يعني انعدام للحيوانات المنوية، وساعتها احنا مضطرين ناخد من الخصية. طبعا لو في جدول للعلاج بندي علاج عشان نزود فرص ان احنا نلاقي حيوان منوي. لو الراجل ده عنده دوالي، هل في جدول ان احنا نعمل عملية الدوالي؟ لا لا لا، الاجابة بمنتهى الوضوح تبع تعليمات الجمعية الامريكية، ليس هناك جدوى خالص لعمل دوالي في الخصية في حالة عدم وجود حيوان منوي في القاذف. وساعتها احنا بنعمل عينه من الخصيه، وطبعا ده هيبقى الافضل باستعمال الميكروسكوب عشان نزود فرص ان احنا نلاقي حيوان منوي. وتاني بنعمل التحاليل، لو في جدول العلاج بندي العلاج قبل ما ندخل على عينه الخصيه. في رحم تبدا حياه.